بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة لسه في نشاط للرياح على بعض المناطق، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص كمان لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك، كيف حالك؟ أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، وخصوصا إن احنا خلاص داخلين على فصل الخريف، عايزين نعرف إيه المنخفضات اللي احنا ممكن نتعرض لها خلال الثلاث شهور اللي جايين. خلينا نقول إن أولا اليوم الحمد لله في استقرار تام في الأحوال الجوية، وكمان تحسن تقيا من درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، باستمرار الانخفاض الثقيل في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحمل جزء من أشعة الشمس، هيساعد في انخفاض درجات الحرارة. كمان أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، فبالتالي الأجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 32 درجة مئوية، فبالتالي إحساسنا بالطقس خلال فترة الصباح هيكون طقس لطيف تماما في معظم الأنحاء، لأن وجود السحب هيحجب جزء من أشعة الشمس. مفيش رطوبة بنتعرض لها خلال الفترة دي يا دكتور، صح؟ نسب رطوبة أقل من الأيام الماضية، أو إحساسنا بوجود نسب رطوبة هيكون أقل من الأيام الماضية، لأن المنخفض الجوي بيعمل على توزيع رطوبة في عمود الهواء ككل، وبشوفها في صورة سحب منخفضة أو متوسطة، فبالتالي إحساسي بوجود نسب رطوبة أقل. لكن طبعا مع وجود شدة أشعة الشمس فترة الظهيرة وتحديدا في عظمة درجات الحرارة بتكون الأجواء معها أجواء حر، يعني لو موجود في الشارع تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة أحس بالأجواء الحارة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء شديدة في الحرارة خلال فترة النهار أيضا على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترة الليل بنلاقي انخفاض في درجات الحرارة يكون ملموس وملحوظ بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن كمان درجات الحرارة الصغرى بدأت تنخفض، فترة الليل بدأت تطول، فبيحصل تبريد بشكل كبير، فبدأنا نحس بالأجواء اللطيفة خلال فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس بنسب الرطوبة ويخليني أحس بمزيد من الانخفاض. بس المفروض ما نطمنش إن درجات الحرارة اللي نازلة شوية أو مخلية الجو معتدل ولطيف شوية نلتزم بيها الفترة اللي جاية، فيه يعني تقلب في الأحوال الجوية طول الوقت، صح كده؟ هو طبعا لا، انخفاض درجات الحراره ده طبيعي في الوقت ده، لان احنا خلاص هنبدا فصل الخريف. فصل الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، وهنبدا نلاحظ فرق درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، يمكن ده اللي هيبدا يخلينا نحس بالقلق، لان احنا تدريجيا مع دخولنا في فصل الخريف هنبدا نحس بالاجواء الحاره فتره النهار، البرده او البروده فترات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخره، فبالتالي ده اللي هيبدا يقلقنا خاصه مع نوعية الملابس، لكن ده مش هيكون دلوقتي الحمد لله، يعني الأحوال الجوية بشكل كبير مستقرة، ما فيش تغيير لأي نوعية ملابس خلال الوقت ده. كمان الظواهر الجوية اللي بتأثر علينا ما فيش منها قلق تماما، يعني وجود الأمطار اليوم هي أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان الشبورة المائية ما زالت هي الظاهرة الجوية اللي بتأثر فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا مش مؤثرة بشكل كبير على أي أعمال أو حركة مرور، فبالتالي ما نقلقش تماما. كمان الاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع إن هو يكمل معانا يمكن على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ما فيش أي ظواهر جويه ممكن نقلق منها او تقلبات جويه، لكن فصل الخريف ككل فصل الخريف ان شاء الله متوقع ان هو يبتدي 23 سبتمبر يوم السبت المقبل. على مدار فصل الخريف الثلاث شهور بتوع فصل الخريف هو معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، هنلاقي بعض الايام فيها ارتفاع ملحوظ في الحراره مره اخرى، درجات الحراره تنخفض، ده وارد وخاصه في النص الاول من فصل الخريف، النص الثاني من فصل الخريف بنلاقي معظم الايام درجات الحراره فيها اتجهت نحو الانخفاض،
احيانا بنتاثر بحالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب وجود منخفض السودان الموسمي، ولو تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا ده ممكن يعمل حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. طبعا بتكون حالات فيها سيول نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في جمهوريه مصر العربيه، في تحديدا في سلاسل جبال البحر الاحمر او جنوب سيناء او بعض المناطق من الصعيد، ده ممكن يؤدي لتشكل سيول، خاصه ان احنا متوقعين خلال هذا العام او خلال الخريف تكون معدلات الامطار اعلى من الطبيعي في كل سنه، فده لازم بنحذر منه. بالاضافه كمان ممكن تبقى في بعض حالات عدم الاستقرار على شمال البلاد والسواحل الشماليه، وايضا معدلات الامطار فيها بتكون يعني اعلى من المعدل الطبيعي، لكن مجمل فصل الخريف ده كله يعتبر طبعا من اجمل فصول السنه، من اكثر الفصول اللي بيحصل فيها اعتدال في درجات الحراره، لكن زي ما قلنا قد يتخللوا فصل الخريف حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 32 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 33-23، اسكندرية 29-23، العالمين الجديدة 29-22، مطروح 28-22، دمياط 30-24، بورسعيد 30-24، الإسماعيلية 33-22، السويس العظمى فيها 32 والصغرى 23، العريش 30-22، كاترين 30-15، طابة 33-25، حلايب 32-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 36-27، الغردقة 37-26، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 24، بني سويف 33-23، الوادي الجديد 38-22، أسيوط 35-22، سوهاج 36-23، قنا 39-24، الأقصر 39-25، أسوان العظمى فيها 40 والصغرى 26. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي ومنا نكمل معاهم بقية فقراتنا. شكرا ليك يا لمي.